فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أريد أن أحج عن شخص ميت، وأولياء هذا الميت سيعطونني مبلغا من المال، هل يجوز لي أن أخذه؟ إذا كان قصدك المال لا، لا تحج، مالك حج. أما إذا كان قصدك الحج وتأخذ المال لتستعين به على الحج فلا بأس بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.